وصلنا للفقره اللي احنا مستنيينها. ضيفنا اللذيذ العزيز الكريم اللي منورنا النهارده في الاستوديو الحقيقه هيكلمنا عن فن وعلم وثقافه وشعوب بترتبط ببعض وبتعرف على بعض من خلال الاكل. الحقيقه فن الطبخ حاجة مهمة جدا جدا في ثقافة الشعوب، وهي جزء أساسي من لون وطعم البلاد. والفن مش بس فن الطبخ مش بس ثقافة، لكن هو كمان علاج نفسي، هو مديتيشن، هو قعدة أصحاب وأحباب وعيلة مع بعض بيتلموا حوالين أكلة حلوة. ضيفنا النهاردة وإعلامي عزيز وزميل وشيف بروفيشنال وسوشيال ميديا ايكون، لانه هو الحقيقه من اول الناس اللي اتكلموا عن الاكل في السوشيال ميديا، وكان ذواق على السوشيال ميديا معروف ولف بلاد كتير وراح حتت كتير وعامل محتوى مختلف، لان السوشيال ميديا عشان تتميز فيها، يمكن هو اول ما بدا كان لوحده في الحته دي، ولكن اللي عمله زيه كتير بعد كده، بس هو قدر يتميز ويكمل. هو مش زيه بس عملوا كتير محتوى اكل محتوى الاكل يا جماعه. انا بقفل صفحات كميه اكل غير طبيعيه، كل ما انا اعمل دايت ما بعرفش. صح صح، دي حقيقة. فالمنافسه شديده، بس هو اثبت بجد طبعاً نجاحه، واثبت وجوده، واثبت استمراريته. هنقعد معاه نساله اسئله كتير، هيعمل لنا اكل وحاجات حلوه كتير. معانا الزميل العزيز عمرو حلمي. اهلا يا هدي، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيرين؟ منوره. شيرين هاني عامله ايه؟ كله تمام. يعني انا مبسوط جدا ان انا معاكم، وانتوا برنامجكم مكسر الدنيا، غيران شويه كده. لا ما عمالين نقول زملاء زملاء. ايوه طبعا، ما هي دي الغيره الايجابيه. الحقيقه برنامج متميز مع زميلات متميزات، يعني وكلنا في الاخر هدفنا حاجه واحده بس، ان المشاهد ينبسط ويقضي وقت لطيف ويستفيد مننا كلنا. دي حقيقه. انتوا كلموني على الحلاوه دي الاول، ايه رايك؟ يعني تجننوا بجد، نجمات قاعدين كده اهو بتلمعوا. خاسين ولا تخنانين؟ خاسين جدا. بس بيقول لك بجد والله خاسين جدا. هي الكاميرا بتاعتي كويس، انا جاي اتخنكم. لا بس انت بقى مع انك ذواقه وشاف ومهتم بالاكل وبتدوق اكل كتير، لكن انت محافظ على الاكل كويس جدا. ربنا يسعدك والله. بس جدا بس بتتخن من كتر طبعاً الاكل على فكره ثلاث ارباع شفات. انا على حسب الجو. تخان. هو يعني انا بصي، انا مش مشفات التخان قوي. لا طبعا، بس بلعب في 11 كيلو كده، هم دول اللي انا زدتهم. يعني على حسب الجو. على حسب الجو، يعني ساقعه هاكل. ما بصي، هو دي علميا الدهون بتدفي، فانت تلاقي البني ادمين بتكريف الدهون او بتستحب الدهون في الشتاء، عشان كده البلاد الاوروبيه دايما بياكلوا دهون كتير قوي عشان يدفوا. فاحنا بنروح للحاجات المدهنه زي ما بيقولوا، او السمينه في الشتاء، فبتربي لنا بقى كروش وبلاوي. وفي الصيف بترجع تاني تنزل. في الصيف بقى قبل عيد ميلادي بالذات ببقى. عيد ميلادك امتى؟ 19/7. شوفي كل صور. ايوه انا سرطان. انتوا ايه؟ احنا عذراء. انتوا ده انا بموت في العذراء. لا والله. انا اقول برضه الكيمياء دي. ايوه الكيمياء شغاله. هي تفرق برج مع علاقته بالاكل. صح. يعني لو احنا عذراء مثلا موقفنا ايه من الاكل؟ انتوا شغوفين بالاكل اعتقد، انتوا بتحبوا الاكل صح؟ انا بحب. انا كل العذراء اللي انا عارفها انت لا، انت رياضيه انا عارفك. انت رياضيه. انت بتتهمني. لا بس هتضايقيني في المطبخ. بس ده ذوق. لا أيوه. مش احنا سافرنا مع بعض كنت باكل. يعني عندها مزاج في الاكل. أيوه. مش بتاكل وخلاص، او مش بتاكل على قد ما هي جعانه، لا برضو عندها نظره للاكل. لا انا قصدي ان الرياضيين دايما بيتعبوني في المطبخ، يعني كنت قبل كده هخطب واحده رياضيه، فكانت تقعد بقى تقول لي لا دي لا وده لا، قلت لها انا كرهت نفسي. سبتها. سبتها عشان هي رياضيه؟ لا سبتها عشان نيئه زي ما بيسموها باللبناني، اللي هي انفة في الاكل قوي، فما بحبش كده. لا اقعدي افتحي نفسي، ما تقعديش تسدي نفسي تقولي لي ما تاكلش ده وما تعملش ده وما تطبخش ده واطبخ ده، تقولي لا لا، تقولي لي شكرا وبرافو كده. ايه اللي لا ده؟ ما هو انت شيف شيف وترينر او بروفيشنال ترينر او حد رياضي، دونت ميكس في بيت واحد برضه. صعب. ما هي كانت صعبه. يعني هي كانتش مصريه، كانت ايطاليه، فالموضوع كان صعب. طب يعني. وقت ما كنت قاعد في ايطاليا وانا كنت قاعد في ايطاليا. طب ودلوقتي قررت يعني ما بتعرف على واحده بتشوف اذا كانت بتاكل؟ انا متعرف على واحده عذراء على فكره. ايه ده؟ يعني الموضوع داخل بجد الايام الجايه. طب مبروك مقدما. يعني ربنا يخليك. يعني تقول بتعرف واحده عجباك على طول دماغك بتبقى عايزه تسال علاقتها ايه بالاكل؟ يعني ده بيبقى الموضوع الاهم في العلاقه. بيفرق معايا طبعا اول ديت كده نخرجه في مطعم، بتتصرف ازاي مع الاكل دي بالنسبه لي مهمه قوي. متذوقه، تفهم في الاكل ما تفهمش، بتحب الاكل وبتتكلم عنه كويس ولا بتتكلم كده اي حاجه خلاص،
لو قالت اي حاجه خلاص دي هي خسرت. انت عارف ان الدراسات بتقول لا بعد الكلام اللي انت بتقوله ده علمي. الدراسات بتقول لك انه لو اتنين بيتعرفوا على بعض علاقتهم بالاكل لو ذوقهم قريب من بعض وشبه بعض ان كانوا اكيله او ان كانوا مش اكيله او بيحبوا نفس الحاجات ده موضوع بيقرب منهم طبعًا. جدا او يبعد عنهم يعني يخليهم يبعدوا عن بعض. انا بقى بالنسبه لي عارفه في مصطلح جديد كده اسمه الريد فلاج او اللي هو العلم الاحمر. تحبش الاكل ده ريد فلاج. انا كنت زمان باخد الريد فلاجز دي اعمل منها بوكيه بحتفظ بيهم بس دلوقتي بهرب.